الحمد لله الموجود بلا مكان، أما بعد فهذا تفسير القرطبي المعروف بالجامع لأحكام القرآن. الإمام القرطبي توفي سنة 671 هجرية. هذا الكتاب هو المجلد السادس الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، 1424 هجرية، في الصحيفة 221، في تفسير سورة الأنبياء الآية 88، يقول القرطبي: وقال أبو المعالي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، المعنى: فإني لم أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت. وهذا يدل على أن الباري سبحانه وتعالى ليس في جهة. انتهى كلام القرطبي، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا البيان.